السلام عليكم الإخوان، معكم قناة عمر الحمام. اليوم الإخوان جينا في زيارة عند البطل خالد بودلال الذي يعلنها في مسابقة طانطان عن جمعية جارة الولفة، وإعلان جيد ضمن الخمس أوائل داخل جمعية جارة الولفة. وتبارك الله البطل خالد بودلال يعني بطل في المسافة الطويلة، ومعنا الاخ والصديق عبد الرحيم مترجي اللي غيعطينا الكلمه ديالو. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته جميع الاخوان والسيدنا. يعني كان نقول مبروك لجميع الفائزين في هذه المسابقه طنطان، وبالضم ديالهم كاين بودلال البطل ديالنا بودلال خليل اللي علم في الوقت جيد سمعك، لانه يعني باش ديكلاري في طنطان في واحد الوقت اللي مستوى مزيان غيكون مع الخمسة الأولين، يعني ديك راه مع الخمسة وخمسة دقائق، وهذه حنا جينا باش نديرو ليه كونترول ديال الحمامة اللي هي الرقم الخاتم ديالها هاهي 13/77/24 2019، هاهي هادي أنثى، و الرقم اللي باش فات هاهي 13/77/65 24 هاهي الاخرى، هاهي 13/27/24 اللي كاينة في الخاتم، هاهي اللي كاينة في الخاتم، هاهي 13/77/24 هادي ديك يعني هنايا مع 3/34 فاش دفعها، والديكلارات مع الخمسة وخمسة دقائق، يعني الحمامة حنا درنا لي ديكلارات كونستاتور راه عند كونستاتور باقي عند الدراري، ولكن الحمامة راه هي هادي كيفما تشوفوا، هادي حمامة ممتازة. وكنعطيو الكلمة للأخ والصديق ديالنا البطل خليل بودلال اللي هو صراحة كيبصم كيسكت كيسكت كينوض كينوض نوضو حنا البطل خالد كيبقى ساقط حتى كيبقى ساكت، ولكن ملي كيجي بعض الخطرات شي نوضه اللي كتكون فيها كحله كينوض كينوض كينوض. الكلمه كيفاش حس يعني بهذا المطلق ديال طنطان والديكلاراسيون، وكيفاش واش كان حاضر ولا ما كانش حاضر؟ السلام عليكم، بخير لاباس عليكم؟ الحمد لله راه علينا على حمامه بتوقيت جيد جيد، هاهي حمامة هي هادي الحمد لله سخنا لها الله فيها راجلي واحد ديالها هما ما كيفاش شاتي الإعلان أخ بودلا واش كنتي مولع؟ كنت مولع شتا جات تلاحت بواحد الإحساس يعني كيما تيحسوا الناس كاملين. بودلا الخالد كيفاش حسيتي بالمطلق من يالله جات الحمامة؟ كيفاش حسيتي بالشعور ديالك من ناحيه الحمامه ديكلارا جاتك ديكلارا مزيان يعني توقيت جيد؟ الشعور ما كيبغيش تحس به كل شيء، الشعور غير الشعور زوين مزيان، فرحنا ملي جاتنا حميه من طنطان وديك راه فيها مزيان مع الخمسه وخمسه دقائق. وسي عمر الكلمه في حق البطل ديالنا خالد بودلال. الله يسخر ليه بطل خالد، راه كما قلت راه معروف بالمسافه الطويله، يعني كيبقى كما قلت ساكت حتى كيعرف في شي مسابقه. هذه فيها المميزات هذا خالد، هذا البطل ديالنا خالد بودلال كنعرفوه من بكري، ورجل طيب رجل خلوق صراحه. بغينا يعطينا السلاله اللي ديكلارا بها هذه الحمامه، يعني هذه السلاله هذه اللي ديكلارا بها اش فيها؟ السلاله ديال الاخ عبد الرحيم وشراجي البطل ديالنا الكبير معروف مترجي عبد الرحيم، السلالة ديالو تبارك الله مدح من الزوانين، خدينا عند مترجي شرينا مع عندو. كيفاش سلبور ولا يعني شنايبر ولا خدي شي زويج هاد الحمامة هادي؟ يعني جعلتي البطل خالد قال لي بغيت حمامات ديال شري شري ودمي فو، وخالد انا عزيز عليا عطيتو زويجة ان شاء الله غتولي لك. شتيتها انا شتيتها كوبليتها كوباها كوبليتها بعضياتها سخن الله فيها، عطى منا بدك ديجا عطى منا داك الشني ضرب بها في سيد المختار شي ويتيام ضرب ويتيام ولا مع ساتيام في سيد المختار، وهاد الحمامه هادي فيها هي بينات هاد الزوجه هادي البنت اللي بعثت ليه الام ديالها فيها الهيرمنس والكانيبال يعني 100% وذكر كله كوبمان، يعني لقاهم هو
خرجوا دابا هذه عطاتو جائزة، وحنا راه خالد ما غاديش حنا يعني كما كتقول خصك تاخذ حميمات عند واحد اللي هو يكون كونفيونس، حنا عطيناه وهو الدليل عطاتو هذه وعطاتو الدري صح. صحيح 14 بارك الله، ما عرفتش انا قديم وانا قديم تبارك الله راه وبالنسبه للاخ خالد واش اختصاص ديالك المسافه الطويله ولا؟ انا في ما جاب الله جاب في ولي... الديني هو مولع وصافي مولع وصافي مولع وصافي كيبغي يقصر ويضحك هذا هو النشاط ديالو ناشطين داير شي اختصاص يعني هو باغي يتولع النهار اللي بغا يتولع في الفيتاس دو ريفو جا عندي قال لي بغا يتحلمات هاكا جويجه وغتفكرني بها وها هي الدليل ها هي وها هو كيشهد بها البطل خالد يعني وكيديكلاري واش كنتي ميقن بان جيتي عندي اختي زوجه في مستوى زوجه هو تا اختي جاك 14 بارك الله هذا ماشي الحمد لله. ومن هنا كنباركوا خويا بودلال في هذه المسابقه طنطان ويستاهل لانه يعني بطل خالو وماشي الله كنديروا ليه الكونترول ديجا عنده انجازات في العيون عنده في طنطان عنده في دومي فون تبارك الله راه عنده انجازات راه ماشي من بكري هو كتحدث وغادي يوريكم الدبلومات ديالو راه هو حاطمه في الجن ومن هذا المنبر يعني كنسلموا على واحد الاخوان ديال طنجه يعني كنباركوا الاخوان ديالنا وشي اخوان في السبانيون وفي الايطالي كان جواد وطارق وستيفانو والشاب سليماني اللي تا هو تبارك الله هاد السيمانه راه دار في اكلو دار دوزيام في العصبه ودار بريمير في الجمعيه ديالهم وستيفانو كلهم هاد الاخوان كان من هاد المنبر كنقدم لهم هاد الانجاز ديال الدري البطل الصديق ديالي كنقدمو لهم بالاسم ديالو هادي هي النتيوة اللي دايرها نشدها نوريها لهم فرحاتك اخي خالد هاد النتيوة هادي هانت الجمح ديالها حضر لهنا الجمح ديالها يعني حمامة هانت هات يعني حمامة في المستوى باقا صغيرة هانت ديال العام اللي فات هادي هي النتيوة بنت النتوة ديالي هادي يعني بنت الزويجة اللي ديالي انا يعني راه تا هو كاين تا هو خدم مع الحمام لانه هو راه بطال ماشي وكيعرف عاد من يمشي ماشي تبارك الله كاين في المستوى وكنقول له مبروك والعقوبه المطلق ديال العيون ان شاء الله شي الاخ خالد يعني اخر كلمه يعني تبغي تقدمها للجمعيه ديال جوار الدول نشكروا جميع جوار الفوت نشكروا على هذا السير ديالهم ونشهد المطلق ديال طاطا الله يسخر الجميع ونجاب لكم الحمزه حمزه عالي انجاز تبارك الله كنبارك جميع الاخوان اللي ديكلارو لا تا هو ديكلارو تا هو ديكلارو مزيان الله يعني جميع الدريال ديكلارو مزيان الله يسخر ليهم جميع الاخوان وتا اللي ما ديكلاروش لان المطلق كان شويه قاصح شي اللي كاين الله يسخر ليهم بريبارا وجد الحميمات راه ديكلاراش ديكلاراش راه ما خدمش مع الحمام غنكونوا من احسن وجبد يعني صراحه مزيان لان حنا بعدا اولا كنشكروا جوهره الولفه برئاسه الرئيس عبد العالي الساوي وبالله مبارك وجبالو وهشام الدري اللي كان يعني كياخذ هشام وما نساوش الكوستاتور ديالنا يعني منعيم الراجل الطيب الراجل خلوق وجميع الاخوان جميع الاخوان كنشكروهم كاملين وعبد العالي ولا عمر ولا عمر كنشكروه لان صراحه مزيانه كيعطي افاده كبيره للجمعيه ديالنا البطل راه هو تبارك الله من الابطال الكبار وكيعطي معلومات يعني اللجنه ديال جوهره الوفاق كنكونوا سوارا وكنتمناو من الله سبحانه وتعالى تمشي بعيد هذه الجمعيه لانها فيها رجال صراحه مزيانه فيها رجال الله فيها الابطال في ابطال كبار وبالنسبه لجميع جوهرة الولفة تبارك الله هذا العام نجحوا يعني مسابقات كنباركوا الدراري كلهم اللي في القمه ديال طنطان يعني من ناحيه يعني لا خالد لا حمزه لا غراد لا كلشي الدراري كلشي كلهم الاخوان كاع اللي ديكلاراو طنطان طنطان راه كما قلتي طنطان كتبقى صعيبه يعني حاجه ديال الصحراء الانسان غير هي حاجه وحده
هي الانسان اللي خدم حمامو وعطى وقت حمامو طوندو فينا الطوندين ديالنا الطوندين شكون الطوندو ديال الحاج تيزان والمستريه الحاج الحاج ابراهيم الطوندين ديالو الطوندين ديالو كنشكرهم حتى هما على الحاج تيزان وبالفقيريه كيعاونوا خويا بودلان وبودلان ربطال وراسو صغير كيتصنط يعني الا عرف شي حاجه كيعيط خاطر تيزان وبالفقيريه هاي شو هذيك بودلان هذيك تيزان تيزان هاي الشير الفقيريه وديما خالد حاضر حاضر خالد الضربه القويه كيخرج من الشير هاي هذه السلاله ديال هذه راه فيها الهيرمنس والكانيبال والكوبمان يعني هاد ثلاثه الحوايج اللي فيها ما فيهاش شي حمامه وبالنسبه لاخر ما نختموا بهذا الفيديو غادي نختموا عيد سعيد عيد مبارك سعيد وكنتمنوا من الله سبحانه وتعالى الله يتقبل الاعمال ديالكم والصلاه ديالكم والله يوفقكم جميع الاعمال ماشي غير الحمام الحمام راه غير هوايه انا كنصح الاخوان اللي هما كيقراو اللي كيقراو ما يبقاوش مدينها في الحمام اول حاجه كنصحهم القرايه الاولى هو القرايه ديالهم هي الحمام يجي من بعد هذا الحمام هوايه من بعد ما يمكنش با كيخسر عليك فلوس وانت مقابل الحمام شوف الحمام يجي من بعد يعني كل حاجه نعطيها وقتها هذا هو اللي كاين وغتوريهم اللوفت اللوفت ديال خويا بوزير ما شاء الله هذا واش نقول لهم اللوفت ديال الاخ خالد مش هو هذا هذه اخت دينيش هذه هذه خوره ايوا راه بودلان خاد من السلاله ديال المترجي خاد منها والله يسخر ليه كيما تشوفوا اللوفت راه كتحمروها هي ربي ما حشماتوش يعني بينات ليه بان راه كاينه حاضره والله يسخر ليه والله يسخر الاخ خالد في باقي المسابقه